الله يعينك. الله يسلمك. عندك برشا خدمة هذه عادلة؟ هذه من عهد الشباب. عندنا قرابة 40 سنة بالضبط، يعني تقريبا يعني مدة من عام 52 مدة يعني مقبل الاستقلال. الطريقة القديمة يعني بتاع رحيل السكاكن هذه. هذه الطريقة القديمة وهذه صحيحة. علاش؟ هذه باش برشا ناس تحب الحجر العربي هذا. هاي باش السكينة ما تدمرش. هاي وديما تبقى السكينة على بتاعها ما تذوبش يعني اللي مش كيما بالكورونا. هذه يعني ديما كل عيد هكا؟ كل عيد، كل عيد 15 يوم قبل العيد هكا الموسم تاع موسم تاع العيد سمعنا احنا. وقداش السكينة طيب هذه راح يرها تقدم هكا؟ السكينة كيما هكا دينار. والسطور 15 السكينة الصغيرة 800. نشوف الجير بجنبك هاو هذاك. الجير هذاك نفخوا فيه السكينة، نحطوا فيه السكينة بعد ما رجلوها. هاي. نحطوا فيها باش ما تبردش. مع المغرب ان شاء الله. حب بعدين. لا تمر. مش عارفين كيف تمشي. هيك قديمة عادي مش كل جاي أول مرة شبان الله يرحمه بعد تالي أخوي كبير وبعد أخوي الآخر يعني عائلية وراثية عائلية وراثية منه طب قديمة الولد الولد هاكل عالتو بخير الله يكبر صباح الله يسلمك يا حمودي تو شفتي انت ما في السكاكن نعم عندك برشا صباح في السنه هذه عندك 38 سنه قداش 38 سنه 38 سنه طيب وظهر لي راح نشوف المكان هذه بالكرون الماكينه هذه لا هي مش بالكرون هي صحيح بالكرون اما رديتها بالموتور حتى ركاب مع شيء عندي 4 سنين تولدت هذه الاخرى 34 سنه وهذه 4 سنين يعني تطورت هالوحده هذه الحجره شفتها قاعد الحجره الطريق الحجره اي هي نفس الحجره ولكن نقصها ورده صغيره باش نجم نخدم بها لما انت صنعتها الماكينه انت طلعتها لا لا وحدي اخترعتها وحدي اه بس حقت حد يعني الماكينه اخترعتها انت وحدي يا تكفى وتم مواطنين يجوا برشا لا لا والحمد لله معناها ما ينقصوش بقوه بس كاك انه يتنظر بالقدام لا لا ما عندك شك بحاول ما يجي حتى حد يشكي لازم يكون صحيح كل عام هيك بس لا لا كل عام ما دام حي انا ما ملكناش الحق منا الشيباني احنا الوالد من الخمسينات انا احنا تقريبا 52 53 عندك معنا تبدو قداش قبل العيد قداش تبدو ولا 15 يوم 10 ايام 7 ايام انت وال والجاهزيه نتاعك هي باه السكينه كيما هيك قداش ترحيها كيما هذه 700 والفصالي 1500 هذه اسعار في المتناول لا لا الاسعار هذه عندها قريب 15 سنه ما تبدلتش معناها ما تزيدش معناها مش تزيدش مش تزيد عليه و تعمل في الجير ولا ولا اه اكيد هذاك ما الغايه منها باش ما يسددش السلاح يعني تغمسها في الجير باش ما تسددش السلاح يقول الله يديم يلزم الماء ديما لا الماء مطلوب الماء مطلوب باش ما تخلوش السكينة إذا كان من غير ماء تولي عبارة على ماء المرة بسرعة وقتها تولي بالحق ما عادش تطلع أما هيك ما دام بالماء عبارة سقيم أو حتى الدوران أنا تدور دوران صغار معناها هي من الموتور نتاعها يدور في 2800 من 2800 صار يدور في 200 دور بالطبيعة معناها نقص لها الدوران يعني أنت عاد درسها و إيه هاتك الصحة ربي يخرج الصحة